أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد استعراض برنامج عملها خلال الفترة المقبلة. وخلال كلمته أشار رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين إلى أن برنامج الحكومة جاء متضمنا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها تنفيذ تحقيق مستهدفات البرنامج على الوجه المأمول. فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية 2024-2027 قد جاء متضمناً للمحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج. واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.